فإن جئتم تنامون فاقرؤوا سورتين تبرؤون فيها من الكفر والشرك والنفاق، وهما سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ما استعاذ مستعيذ بعد النار من شيء أعظم من ثلاثة: الشرك والكفر والنفاق. الشرك والكفر والنفاق. وقراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بإذن الله تزكية لقلبك وبراءة لك عند ربك.